بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى أنا ربكم الأعلى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكالا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أنتم
أشد خلقا أم السماء
والأرض بعد ذلك دحاها 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 أخرج منها الجنة هي الأرض.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهى Yeah.
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى بسم الله الرحمن الرحيم. عبس بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكي عبس وتولي أما من استغنى.
استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكي فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه خلقه فقدره صدق الله العظيم.